عندك أربع أجساد، نعم، جسد مادي وجسد فكري وجسد مشاعري وجسد روحي. نعم، أنت تركز على الجسد المادي لأنك عايش في تجربتك الأرضية معظمها مادية، ولكن إذا انتقلت من الجانب المادي إلى الجانب الفكري تطلع عندك أفكار، هذه الأفكار أول ما تتحول إلى مشاعر، فهاي تبدأ تسوي فايبريشن وتطلع منك طاقة، وهذه الطاقة تؤثر عليك بشكل كبير، وهذا المفتاح يكون بالنسبة للجانب الروحي. انتبه.